مع اقتراب شهر رمضان ترغب ربات البيوت في وضع لمسات جديدة على المنزل، ويفضل أن تكون تلك اللمسات فارقة في الشكل النهائي للمنزل، وفي الوقت نفسه تكون غير تقليدية وغير مكلفة. كما يمكننا الابتعاد عن الأفكار المعتادة لتجديدات رمضان والتفكير في إيجاد هوية بصرية متفردة وغير معتادة للمنزل، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التخلص مما ليس ضروريا وتجديد ما يمكن تجديده. وإليك بعض النصائح مع خبراء الديكور تساعدك على تجديدات منزلية تستجيب لجو رمضان وغير مكلفة. الخطوة الأولى التي تصنع فارقا كبيرا في شكل المنزل هي التنظيف والتنظيم، بغض النظر عن شكل الأثاث أو ألوان الجدران والمفروشات. وينصح الخبراء الديكور بالتخلص من الفوضى ومن الأثاث الزائد، والإبقاء فقط على ما نستعمله سواء لغرض نفعي أو جمالي. كما ينصحون بالتخلص من الديكورات البلاستيكية الرخيصة واختيار ديكورات أصيلة حتى لو كانت قليلة، لأنها تعطي انطباعا بالفخامة والرقي مهما كان شكل المنزل. لا تتطلب فكرة إعادة ترتيب الأثاث أي تكلفة، بل تحتاج فقط إلى بعض الوقت والتفكير الإبداعي. ويمكننا جعل المنزل يبدو جديدا تماما من خلال إعادة التنظيم، لكن يجب الأخذ في الاعتبار دائما وظيفة الغرفة الأساسية وتحديد الأثاث الذي لا يمكن الاستغناء عنه داخل المكان، وتحديد النقطة المحورية التي تتجه إليها العين في البداية. وتعد غرفة الطعام من أهم غرف المنزل في شهر رمضان، ففيها تجتمع الأسرة للأكل، ويمكن إضفاء لمسة جمالية عليها من خلال الفوانيس النحاسية أو الزجاجية التي تضاء بالمصابيح الصغيرة أو الشموع، بالإضافة إلى الأواني المصنوعة من الزجاج الملون مع مفرش جديد للسفرة. ومن المفيد أيضا إضافة بعض الإكسسوارات الراقية للسفرة مثل شمعدانات النحاسية أو المعدنية مع مناديل جديدة تلائم المفرش والديكور. وإذا كانت الطاولة في مواجهة الحائط، يمكن إبعادها قليلا عن الجدار وترتيب الكراسي في وضع متقابل لتعزيز الشعور بالترابط والحميمية. إضافة ركن خاص للصلاة ليس فقط تغييرا جماليا في المنزل، لكنه يضفي هالة روحانية جميلة على أجواء المكان، كما يؤثر بالإيجاب على الشخص أثناء الصلاة كلما كان ذلك الركن هادئا ومريحا. ويفضل أن يكون ذلك الركن بسيطا وفي غرفة هادئة وغير مزدحمة بالعناصر التي تنتقض من هدفه. ويمكن أن نعلق فيه آيات قرآنية أو أحاديث تحث على أهمية الصلاة في أوقاتها، خاصة عند وجود أطفال في المنزل.